جينا بقى للعبه الترابيزه الثالثه، وهنشوف بقى يونس ولا نوح اللي هيدخلوا اكبر عدد كور في الكوبايات اللي قدامهم. جاهزين؟ جاهزين يا غلام. يلا ريدي سيتي جو. المو بالراحه عشان تخش، نصيحه يعني. برافو، ماشي، جرب يلا. لا مش لازم تستناه. اه كانت هتخش، معلش. كمل كمل، مش لازم تستنوا بعض، مفيش دور. يس يلا. يس يلا. كده كوبايه وكوبايه، ماشي يلا كوبايه. احنا بنتعادل النهارده في كل حاجه يونس ونوح. ها نركز، فاضلش كور كتير. ماشي، طب جيبها كده. اه في كوبايه تانيه. برافو يلا، برافو يا نوح. يلا يا يونس. يا ربي بقى، يا ربي بقى. هتيجي هتيجي، بس ارميها بالراحه، ارميها بالراحه، ما تتعصبش ما تتعصبش، وهتيجي يلا. اه معلش معلش. ايه بقى؟ اه برافو، اهي جت اهي كوبايه تانيه. يلا ايوه ماشي، معلش. اه كانت هتيجي اخر واحده. يلا برافو. يس في كوبايه اخر واحده، اخر واحده عندك، مفيش كور تاني. ماشي، وانت خلصت كده يبقى الاستاذ يونس الفريق الاصفر هو اللي عمل ثلاث كوبايات، والاستاذ نوح كوبايتين، يعني يونس كسب، بس هما الاثنين شاطرين جدا جدا. هاي فايف، برافو. يلا نخش على اللي بعده.